بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين، هذه أرق تحياتي وسلامي لكم، ونحن نلتقيكم في رحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هو الإمام السادس من الأئمة الاثنى عشر، هو المعصوم والمحيي من الدين كل طامس، هو كاشف الحقائق وباهر الخلائق، الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سنتناول محور حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الشيخ نجاح الحسناوي. أهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله شيخنا. عادة الروايات تذكر بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في رحاب ذكرى استشهاده الأليم، أن هنالك ترابط موضوع ما بين حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحياة النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ما مدى هذا الترابط والإشارات التاريخية التي تدلل على هذا، بالإضافة إلى أن الإمام سلام الله عليه مولود في اليوم الذي ولد فيه الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. واقعا في البدء أعزي الأمة الإسلامية أجمع ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد صادق آل البيت صلوات الله عليه، الإمام جعفر بن محمد، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بنهجه والمتبعين لخطاه، وأنالنا الله شفاعته يوم القيامة. اللهم آمين. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام هو حديث عن العصمة والطهر، هو حديث عن العلم والتطور، هو حديث عن الرقي والسمو لمكانة الإنسان على هذه الأرض. إذا أردنا أن نتحدث عن الترابط الموضوعي ما بين الإمام الصادق عليه السلام وجده المصطفى، يجب أن نفهم قبل ذلك بأن آل البيت صلوات الله عليهم هم جميعا نور واحد، يرتبطون بالنبي، ومن خلال النبي الارتباط بعرش الله سبحانه وتعالى، فهم أنوار قدسية خلقوا قبل خلق البشر، قبل خلق عالم الممكنات بشكل كامل، وكانوا يسبحون الله إلى أن خلق الله عالم الممكنات، فكانوا واسطة بفيض الوجود على هذا العالم. طبعا لعل هذه العبارات نوعا ما فيها صعوبة على المتلقي، أقول هكذا بأن الله سبحانه وتعالى خلق أهل البيت صلوات الله عليهم وجعلهم أنوارا قدسية حول العرش يسبحونه، وحقيقة هذا النور لا نفهمه نحن، كنه هذا النور لا يفهمه إلا هم، وإنما علمه عندهم وعند من خلقهم. كانوا يسبحون الله حتى إذا جاءت مشيئة الله، إذا أراد الله أن يخلق العالم، أن يخلق الكون، لم تكن هنالك قدرة في هذا الكون أن يستقبل فيض الوجود إلا بواسطة محمد وآل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فكانوا هم الواسطة بفيض عالم الوجود، بفيض الوجود عفوا على عالم الوجود. إذن إذا فهمنا هذا، علمنا بأن آل البيت صلوات الله عليهم مترابطين، كما يقولون عند يقول العلماء عندما ينقلون حديثا عن أحد الأئمة المعصومين يرويه عن أبيه، وهم قالوا بنص ذلك إنما حديث الإمام الصادق عليه السلام الذي محتواه إنما حديثي هو حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الترابط الروحي النوراني موجود من الرسول وحتى الإمام المهدي بسلسلة المعصومين الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، هذا من حيث الجانب الروحي. أما من حيث الجانب الحركي الرسالي الموجود على الأرض، فنحن نعلم تماما أن الإمامة بشكل عام
قد جاءت أو جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين لتكملة وإتمام ما بدأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخذ بجادة في الأخذ برقاب الناس إلى جادة الحق. وإذا أردنا أن نتطرق أكثر إلى وظيفة الإمام نقول بأن إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى قد عرضه لمجموعة ابتلاءات، فهو قد اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا، ولكونه قد اجتاز ابتلاء ما صار نبيا، ثم اتخذه بعد أن كان نبيا اتخذه رسولا بعد أن اجتاز ابتلاء ما، ثم وفي الروايات 10 ابتلاءات تعرض لها نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حتى ترقى بهذه المراتب، ثم بعد ذلك أصبح خليلا بعد مرتبة الرسالة، ثم بعد ذلك أصبح إماما. إذن مرتبة الإمامة جاءته بعد أن ابتلاه الله بأعظم الابتلاء، وهو أنه أمره بذبح ولده إسماعيل. نعم. ولما استجاب لأمر الله وقدم ولده للذبح، الله سبحانه وتعالى كافأه، وهذه فيها شيء من المسامحة، قضية التعبير بكافأه، فجعله إماما. إذن منصب الإمامة، مرتبة الإمامة مرتبة عالية جدا، وظيفة الإمام هو هذا. وإذا أردنا أن نعبر بتعبير معاصر، إذا كانت النبوة هي الإتيان بالنظرية الإلهية، فالإمامة هي عملية تطبيق وإشراف على تطبيق النظرية الإلهية على الأرض. فلذلك كان هنالك التكامل والارتباط التام ما بين قضية النبوة وما بين قضية الإمامة. فالنبي يأتي بالنظرية الإلهية ويطرحها على البشر لهداية الناس وأخذهم إلى وإراءهم طريق الحق، والإمام واجبه أن يأخذ بهم إلى ذلك الطريق. طيب شيخنا، دعني أسألك سؤال يعني صراحة يدور في ذهني، وهو أنه يعني عادة تكون هنالك خصوصية لآل البيت، يعني ابتداء من الرسول الأكرم وانتهاء بالإمام الحجة عليه السلام. اتكلمنا عن قضية النبوة وقضية الإمامة، لكن رسول الله زعيم لدولة الإسلام، وهو المؤسس لكل هذا الطيف المتنوع اللي كان في الإسلام. الإمام الصادق سلام الله عليه زعيم المذهب الشيعي، أو كما يسمى المذهب الجعفري. نعم. ما مدى هذا الترابط بين القيادات، قيادة رسول الله وقيادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ بل إذن حتى يتضح الجواب على سؤالك، أقول بأنه بعد أن أثبتنا أو بينا هذا الترابط الكامل ما بين النبوة كمنصب والإمامة كمنصب إلهي، وكلاهما منصبان إلهيين، الله سبحانه وتعالى يمنح من يشاء من عباده من يستحق ذلك رتبة قدسية معينة. فبعد أن بينا ذلك، اتضح أن الإمام بشكل عام، يعني سواء من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إلى الإمام المهدي، هو الذي حمل على عاتقه مسؤولية تطبيق الأطروحة الإلهية التي جاء بها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مر عصر الإمام علي صلوات الله عليه بما فيه من اختصاب للخلافة الشرعية، وأنزواء أمير المؤمنين 25 سنة بعيدا عن الحياة السياسية، اعتزل الحياة السياسية بشكل عام، وانحرفت المسيرة التي أراد لها الله أن تمضي بطريق الحق، انحرفت عن طريقها. ثم جاء بعد ذلك الإمام، بعد استشهاد الإمام علي بن أبي طالب، دور الإمام الحسن، وكان أيضا دوره، إذا أردنا أن عنون دور الإمام علي بن أبي طالب، بدور امتصاص الصدمة، باعتبار أن الأمة بعد أن رجعت على عقبيها بعد استشهاد رسول الله، فدور الإمام الحسن أيضا هو دور لامتصاص الصدمة وتعريض الأمة لابتلاء وغربلة كبيرة جدا بالفتن، مجمل الفتن التي حصلت بعصر الإمام الحسن. ثم بعد ذلك جاءت ثورة الإمام الحسين وما أنتجته
من عوامل فكرية ثورية استشهادية رسخت مفهوم الوقوف أمام جبروت الطغاة والظالمين في ضمير الأمة على امتداد التاريخ. على امتداد التاريخ. نعم. طبعا أنا أجتاز المراحل بشكل نعم. سريع لأن قضيتي أنه مع صاحب الذكرى الإمام الصادق صلوات الله عليه، ثم جاء دور الإمام السجاد صلوات الله عليه. وأقف قليلا هنا لأن الإمام الصادق عليه السلام عاصر جده الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين، وعاش معه 12 سنة، وعاش بكنف والده الإمام الباقر عليه السلام 19 سنة. فلذلك إذا أردنا أن نفهم ذلك الترابط ما بين دور الإمام الصادق وما بين دور الصادق الأمين، ولاحظ شبه التسمية أو شبه اللقب ما بين الإمام الصادق وما بين الصادق الأمين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف نتطرق إن شاء الله لهذا الاسم أو هذا اللقب. الإمام زين العابدين كان دوره طبعا أولا تذكير الناس باستمرار بمظلومية آل البيت صلوات الله عليهم وحقيتهم بالخلافة، تهيئة الأمة بشكل عام لأن تتهيأ لرفض الظلم بعد أن تخاذلت واستكانت ولم تنصر ابن بنت نبيها. الآن دور الإمام السجاد في عصره كان هو بعث روح التحدي والمقاومة والرفض من جديد في ضمير هذه الأمة بعد أن استكانت الأمة ولامت وماتت وانتهى ضميرها، وهي ترى إمامها وابن بنت نبيها يقتل، وأي قتلة كانت. وحتى المظلومية شيخنا على الإمام السجاد سلام الله عليه كانت في حينها يعني كما يذكر التاريخ أنه يعني الأمور جدا كانت مقيدة على الإمام السجاد، فهي في حالة استكان فعلية. أحسنتم. نعم. هو هذا نحن نقول صلوات الله على آل البيت صلوات كانوا عندما يدعون، وسوف نتطرق إلى ذلك. نعم. للثورة كانوا يقولون إننا لا نملك أتباع، يعني بعد الإمام الحسين عليه السلام لا نملك من أتباع، وقضية الثورة التي تراد التي يريدها آل البيت للانتحار، وإنما كما هي في زمننا هذا عندما أعلن المرجع الأعلى السيد علي الحسين السيستاني قضية وجوب الجهاد الكفائي، أرادها انتصارا لا انتحارا، وهذا هو خط أهل البيت صلوات الله عليهم. سلام الله عليه. الثورة يجب أن تحقق الانتصار حتى وإن كانت نتيجتها أن يقتل جميع من قام بها، ولكن يجب أن تحقق على الأقل الانتصار الفكري والثقافي والعقائدي. فلهذا أعود إلى محل الربط. نعم. الإمام السجاد عليه السلام نعم عاش عصرا صعبا عصيبا، كان ينشر ثقافة وفكر أهل البيت بطرق لعلها لم تكن مألوفة في ذلك الزمن، لأنه كان ينشرها من خلال الدعاء. نعم. عندما وجد أن المجتمع قد انهارت فيه عرى وروابط والروابط الاجتماعية، فاستخدم قضية نشر الروابط أو الدعوة إلى الخلق الاجتماعي والروابط الاجتماعية، وكانت رسالة الحقوق، وكان يعلم الناس على الرفض من خلال بكائه المستمر وتذكيرهم باستشهاد الرافض الأول للباطل الإمام الحسين عليه السلام. بدأ الإمام السجاد عليه السلام ببناء المجموعة الصالحة، النخبة الطيبة التي ممكن هي أن تقوم بنشر مفاهيم مذهب أهل البيت. نقدر نسميها عملية التغيير شيخنا. بداية بل نعم. هو بعث روح الرافض وترك الاستكانة والخضوع والاستسلام والذل في ضمير الأمة. نعم. في عصر الإمام السجاد عليه السلام سلام الله عليه. كان التقييد على أشده من قبل الدولة الأموية على الإمام السجاد. طبعا نعم. قلنا بأن الإمام الصادق صلوات الله عليه صاحب الذكرى عاصر جده زين العابدين
مدة 12 سنة، فكان يرى ويعي. وآل البيت صلوات الله عليهم كما هو معروف ومن بديهيات مذهب أهل البيت أن الإمام معصوما منذ الولادة، يولد معصوم، لا العصمة يكتسبها في الأثناء، وعلمه علم من الله، علم لدني أيضا، لدني أيضا لا يكتسبه اكتسابا ولا يتعلم عند معلم، وإن حضر عند والده، وإن حضر عند والده كما كان الإمام الصادق عليه السلام يحضر حلقات الدرس عند والده الإمام الباقر، ولكن كان يحضر وعمره 3 سنوات، وكانت شيوخ وأئمة مذاهب أصبحوا بعد ذلك يجلسون تأدبا في محضر الإمام ذو 3 سنوات. فعلى هذا الأساس إذن الإمام قلنا إلى أن استشهد الإمام السجاد بعد أن عاش ظرفا صعيبا وحاول بث روح الثورة وإعادة الأمة إلى الطريق الحق، ثم جاء دور الإمام الباقر عليه السلام، وعاش معه الإمام الصادق 19 سنة، وأيضا بدأ الانفتاح الكامل بعلوم آل بيت محمد. الإمام الباقر لعله يعني كانت الظروف مآتية له لنشر هذه العلوم، إرساء هذه العلوم، بعد أن مسخت الأمة بمفاهيمها وقيمها، كانت تحتاج أن تعيش عالم آخر من علوم، من محاط بعلوم آل البيت صلوات الله عليهم. بنفس الوقت تولى سليمان بن عبد الملك الذي كان بداية الانفراج، وعصره عصر بداية الانفراج لآل البيت، حيث أنه أمر بأن ينكل بآل الحجاج وأن يعزل ولاتهم، وأعطى نوعا من الحرية، حرية الفكر والعقيدة. نعم. نوعا ما. ثم بعده إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أعطى تقريبا لنقل الحرية الكاملة في المعتقد والثقافة والمنهاج، يختار من يشاء ما يشاء. نعم. وحتى أنه حاول إعادة هسه، بغض النظر يعني أنا ما أريد أدخل في هل أن عمر بن عبد العزيز كان صالحا أم طالحا، هل أن هذا الحديث الذي رواه روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه مات اليوم رجلان تبكيه أهل الأرض وتلعنه أهل السماء، مدى هذا الحديث صدوره عن الإمام، مدى وثاقته، مدى صحته، لست في هذا الحديث ولست في هذا المجال. المهم، فالإمام الباقر صلوات الله عليه بدأ بنشر علوم آل بيت محمد بشكل علني على شكل حلقات درسية، أسس جامعة إسلامية كبرى، أو أرسى لنقول، لأن وأسس وأرسى نفس الشيء، أرسى دعائم هذه الجامعة. نعم. التي سوف يتولى الإمام الصادق نشوءها ونموها، يشرف على انتشارها بكل رحاب الأرض. الإمام الصادق عليه السلام إذا أردنا أن نقارنه ما بينه وما بين النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نبتعد كثيرا عن السؤال، الإمام الصادق ولد في يوم 17 ربيع أول، الذي هو على أقرب الروايات هو نفس يوم ولادة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يختار من الأيام، من الأوقات، ما يضفي عليه هالة القدسية ويجعله مقدس، وهو أعلم بذلك، لا يسأل عما يفعل. فاختار من أيامنا، من شهورنا، اختار شهر رمضان، واختار من أيامنا أو من ليالينا ليلة القدر، واختار أيضا أياما ولد فيها الأئمة صلوات الله عليهم. هذه الأيام لها قدسية، هو الذي اختارها، هو أعلم، رب العالمين أعلم بما يستحق أن يؤطر بإطار القدسية من الأوقات، وكذلك من الأماكن، كما اختار عرفات
لأن تكون موقفا ومنسكا من مناسك الحج، ويغفر الله ذنوب جميع من وقف، جميع من وقف في هذا الموقف، كما اختار كربلاء وأعطاها هذه القدسية، كما اختار الكعبة وأعطاها هذا المكان هذه القدسية، كذلك اختار أياما وليالي وأيضا أعطاها قدسية. فهنا هذا اليوم الذي ولد فيه النبي المصطفى وولد فيه الإمام الصادق، هذا يعتبر يوم ذو خصوصية، لا يمكن أن يكون يوما عابرا كأيام السنين الباقية، لأنه ولد فيه أعظم خلق الله، قمة الكمال البشري، النبي محمد صلوات الله عليه. بالتأكيد شيخنا أنه هاي موازنة، يعني الله سبحانه وتعالى بالتأكيد الكثير من الأسس واضحة. خلينا ناخذ فاصل حتى نرجع ونكمل محور حلقتنا لهذا اليوم. فاصل سادة المشاهدين، ونعاود لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم. عودة معكم سادة المشاهدين الأفاضل، مع فضيلة الشيخ نجاح الحسناوي، لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم الخاصة في ذكرى استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بكم مجددا شيخنا. أهلا وسهلا. ها قد وصلنا شيخنا إلى قضية جدا مهمة تناولتها حضرتك، ما بين الترابط، أهل البيت كلهم نور واحد، ما بين الترابط بين الصادق الأمين والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بلي، إذن إذا أردنا أن نأخذ مقارنة بسيطة، وإن كان أنا حقيقة نوهت في الجزء الأول من الحلقة بأنه هذا النور الواحد لا يحتاج لباحث أن يبحث ما هو الرابط بين ذلك النور، طالما هو نور واحد فإذا هو مترابط تلقائيا وليس متفكك أو مشتت حتى نبحث عن أواصر تربطه مع بعضه. ولكن إذا أردنا أن نأخذ أوجه الشبه الظاهري لنا نحن كما نفهمه باعتبارنا بشر، ما بين الإمام الصادق صلوات الله عليه وما بين النبي المصطفى، وقد بدأنا بيوم الولادة وقلنا بأن هذا اليوم هو يوم مقدس بلا شك، لا يمكن أن يكون يوم عادي، يوم ولادة خصوصية النبي كما ذكرت. المصطفى نعم. فطالما إذن له خصوصية ما وله قدسية ما، طالما هو مرتبط بتلك النفس القدسية التي بأعلى مراتب القدسية، نفس المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ولادة الإمام الصادق صلوات الله عليه بهذا اليوم لها شأن عند الله. اختيار هذا اليوم لولادة الإمام الصادق لشأن مهم عند الله ولقدسية هذا الشخص الذي ولد بهذا اليوم. نعم. هذا الأول، الترابط ما بين في يوم الولادة. نعم. الأمر الثاني، قلت بأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عرف عند قريش بالصادق الأمين، بالصادق الأمين قبل البعثة. طبعا إذا جئنا إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه نجد أن من ألقاب الإمام هو الصادق. هنالك ثلاث روايات كيف أو من أطلق لقب الصادق على جعفر بن محمد عليهما السلام. الرواية الأولى أن المصطفى محمد صلوات الله عليه جده هو الذي أسماه أو لقبه بالصادق، وهذه رواية. الرواية الثانية أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين أيضا جد الإمام الصادق هو من لقبه بالصادق، وعندما سئل من أصحابه قيل له سيدي كلكم صادقون، يعني لماذا هذه الخصوصية؟ ليش الإمام جعفر بن محمد يلقب بالصادق وأنتم كلكم صادقون؟ قال له الإمام تمييزا على من سيدعي الإمام بعد ذلك واسمه جعفر، ويظهر المقصود هو جعفر ابن الإمام محمد الجواد وعم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ورواية ثالثة أيضا حتى نجد وجه الشبه. نعم. هذه الرواية تحتاج إلى بعض المقدمة. عندما ضعفت الدولة الأموية ونهض العباسيون بشعار الثأر لآل بيت محمد وإرجاع الحقوق المغتصبة، طبعا هذا
شعار كاذب كشعار أكثر الثورات والحركات، وإنما هو واجهة إعلامية للمجتمع، والواقع أساسا قادة الثورة هم يعرفون لماذا ثاروا ومن الجهات الممولة وما هي أهداف الثورة. عندما بدأت بوادر الثورة تلوح في الأفق، صار هنالك مؤتمر لمعارضة الحكم الأموي في مدينة تسمى الأبواء. الأبواء تقع ما بين مكة والمدينة. اجتمع بني العباس وعلى رأسهم طبعا أبو محمد السفاح، سمي بعد ذلك، وأبو جعفر الدوانيقي، وإبراهيم الإمام، وجملة من العباسيين، واجتمع أيضا بعض العلويين من ضمنهم عبد الله المحض، وطبعا الحسنيين أغلب يعني أبناء الإمام الحسن صلوات الله عليه هم الذين حضروا، وولديه، وكانوا قد أوهموه بأنهم يريدون البيعة لولده، وكان اسمه محمد، وكان يعتقد عبد الله المحض يعتقد بأن ولده محمد هو، وسمي بعد ذلك محمد ذو النفس الزكية، هو الإمام المهدي اشتباها وتوهما منه. فاستغلوا بني العباس استغلوا هذه الخصلة فيه، ودعوا الناس لنصرة ثورتهم من أجل الدعوة لآل بيت محمد. ولذلك على ما أعتقد أنه شيخنا يمكن حتى بالتاريخ لقب بأنه محمد المهدي. نعم أحسنتم، هو لقب بهذا اللقب. نعم. وحضر أرسلوا على الإمام جعفر الصادق، طبعا هم ساسة وقد درسوا الوضع الاجتماعي والسياسي والإقليمي في ذلك الوقت بعناية فائقة، وعلموا ما هي مواطن التأثير في المجتمع، ما هي مواطن التأثير في المجتمع بشكل عالي، ما هي مواطن ضعف المجتمع، كيف ينقاد المجتمع لهم، وما من سوف يعارض ثورتهم أو لا يسير بركابهم. وشخصوا بأنهم لا يستطيعون احتواء جعفر بن محمد صلوات الله عليه، ولكن مع ذلك أرسلوا له فحضر، وعند حضوره في ذلك المؤتمر وطلب منه عبد الله أبو محمد ذو النفس الزكية الذي لقب بذلك فيما بعد أن يبايع ولده على أنه المهدي، على أنه الإمام المهدي. فالإمام رفض ذلك وقال له: الأمر ليس لك، محتوى ما قاله، الأمر ليس لك ولا لولديك، وإنما الأمر لهذا، وأشار إلى أبو العباس السفاح، ثم لهذا من بعده صاحب القباء الأصفر، وقصد به أبو جعفر الدوانيقي ما سمي بعد ذلك بالمنصور. فيما بعد عندما آلت له أول يعني أطلق لقب الصادق على الإمام جعفر بن محمد، هذه الرواية الثالثة. فهنا لا شك أن أبو جعفر الدوانيقي هو من ألد أعداء الإمام الصادق، بل هو الذي دس له السم، ومع ذلك الأمر الواقع والحقيقة القاطعة فرضت عليه أن يلقب الإمام بالصادق. وقريش كانت هي من ألد أعداء رسول الله ولم تستجب لدعوته، بل أن الرسول بقي 13 سنة يدعوهم للإيمان بالله فلم يؤمن منهم إلا القليل، ومع ذلك الأمر الواقع حال رسول الله فرض عليهم أن يلقبوه بماذا؟ بالصادق. فإذا هذا نحو تشابه ما بين الإمام الصادق وما بين النبي المصطفى من حيث اللقب. كذلك هنالك وجه آخر للشبه، وهو تقارب المدة الزمنية، ولا أقول العمر ولي في ذلك مغزى، المدة الزمنية التي قضاها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر بن محمد صلوات الله عليه على الأرض، مدة زمنية كانت
يعني الإمام على رواية عاش 65 سنة، وكذلك في وقت مقارب من 63 تقريبا عاش النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض، وقت متشابه. وإذا تركنا كل هذه باعتبار هذه أمور بسيطة، فإن خلق الإمام جعفر بن محمد كان هو خلق محمد رسول الله جده صلى الله عليه وآله وسلم. سلوكه، صبره، شجاعته، أخلاقه، تواضعه، علمه. وإذا أردنا أن نتكلم على كل خصلة من هذه الخصال لنجد ولنبحث وجه الشبه ما بين خصال الإمام المعصوم جعفر صلوات الله عليه وخصال جده محمد صلوات الله عليه وعلى آله، سوف لا نستطيع أن نميز ما بين تلك الخصلتين إذا خصصنا كل خصلتين متشابهتين عند كل منهما. فإذا إن أغمضنا أعيننا عن الاختلاف الجسماني ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بين حفيده الإمام الصادق، لما وجدنا هنالك فرق يذكر. طيب شيخنا، حسن الآن لعله يعني أحطنا بقضية الصادق وعلاقته بالصادق الأمين وهذا اللقب العظيم الذي اتصف به الإمام أو لقب به الإمام الصادق سلام الله عليه. هنالك ألقاب صراحة تستوقف لعله وحتى سادة المشاهدين في بعض الروايات التي تنقل على أنه الإمام سلام الله عليه لقب أيضا بالفاضل، الطاهر، القائم، الصابر، الكافل، المنجي، الكثير من الألقاب. يعني عادة هذه الألقاب هي على أي أساس تبنى؟ على أساس الانطباع، السلوكيات، أم على ماذا؟ طبعا ما هو متعارف عند الناس، دار الناس تطلق الألقاب على بعضها البعض نتيجة لعاهة بدنية، فيقولون فلان البصير وفلان التنابز يعني أحسنتم. نعم. أو لتمييز بعضهم عن بعض. نعم. لتمييز بعضهم عن بعض، فلان الطويل وفلان القصير إلى آخره، إن تشابهت أسماء واختلفت صفات. وهنالك ألقاب يطلقها المجتمع، يفرزها المجتمع على شخص ما لوضوحها وبروزها فيه، سواء كانت هذه الألقاب سيئة فيقولون فلان مثلا الشقي وفلان فرضا السكير والعياذ بالله. يعني نقدر نسميها شيخنا في كاريزما الشخص نفسه. أحسنتم. نعم. وفي و و و و و و كانت أو سواء كانت إيجابية كحاتم الكريم، مقصود حاتم الطائي. نعم. فإذا جئنا لألقاب صاحب الذكرى صلوات الله عليه نجد الله. أن لكل لقب هنالك صفة مميزة وبارزة قد شهدها المجتمع وعاشها، فلذلك اضطر أن يطلقها عليه. وللعلم والاطلاع أن هذه لا يختلف فيها موال أو معاد، كما قلنا في قضية الصادق الأمين للنبي. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله. فمثلا على سبيل الفرض سمي الإمام بالصابر لشدة صبره وتحمله مما أحاط به من ظروف، سمي بالكافل لكونه كفل أو يكفل الكثير من عوائل الفقراء والأيتام، كذلك المنجي أيضا، وسمي المنجي لأنه أنجى الناس من الضلال. ولولا مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ولولا التراث الحديث الضخم الذي تركه لنا الإمام. نعم. ولولا أصحابه من العلماء الأخيار الذين تربوا تحت منبره وتحت ظله لما وصل إلينا من سنة النبي المصطفى شيء. الآن نحن والكل يعلم بأن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هو ماذا؟ هو ما إذا يسمى مذهبهم؟ المذهب الجعفري. مذهب الجعفري. إذن من أرسى دعائم ذلك المذهب؟ الإمام الصادق. الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، نسبة إلى جعفر الصادق. نعم. سمي المذهب. نعم. لا نقول هو مؤسس ذلك المذهب بالمعنى الحقيقي، لأن المذهب هو موجود، هو نفس الإسلام، لا يختلف شيء. يعني القضية التي يتوهم بها البعض
عندما يقال هذا مذهب وهذا مذهب آخر بأن الإسلام قد انشق، لا، هنالك إسلام يطبق بمذهب ما، وهنالك وبمدرسة مميزة أحسنتم، نعم. وبمدرسة معينة مميزة، وهنالك إسلام مشوه، إسلام قد انحرف عن الطريق. وحتى إطلاقنا عليه لفظ الإسلام أماتين فيها شيء من المسامحة بعض الشيء. فإذا المذهب الذي أرسى دعائمه الإمام جعفر بن محمد صلوات الله عليه وأسسه هو واقعا إنما جاء بتعاليم المصطفى نفسها فطبقها، ولم يأتي بشيء جديد. شيخنا، خلي أستغل الوقت المتبقي، أنه لم يبقى وقت الكثير لدي، لكن هناك سؤال لطالما قد يشغل بال المتابع، الناس اللي خلي نقول عندهم هوس بقضية الإلمام بالمعلومات وما شاكل ذلك. صراحة هو سؤال يعني لطالما يعني طرح على كثير من الطاولات، ولكن حبيت أسأله لجنابك. بعد ما خضنا في رحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، خلينا ننتقل إلى جزء قليل من عائلة وأسرة الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقال أن الإمام الصادق قد تزوج بأكثر من زوجة، ما هو السبب من هذا؟ ولماذا عادة يكون المعصوم يرتبط بأكثر من زوجة؟ كما يقال أنه قد تزوج فاطمة بنت الحسين الأثرم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله، التي هي أم إسماعيل، نعم، وكان أبوها ابن عم الإمام زين العابدين، نعم، ومنهن كذلك حميدة البربرية وادة الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، والكثير من الزوجات. فما هو الهدف الحقيقي، ما هو الغاية الحقيقية التي يريد بها الإمام المعصوم صلوات الله عليه تحقيقها من خلال تعدد الزوجات؟ أنا أعلق على بعض الإجابة حتى لا يتوهم المتلقي، نعم، بأنه عندما قلت جنابك الكثير من الزوجات يتوهم بأنه أكثر من 4 تزوج الإمام، لا، نعم، نعم. طبعا فقط من 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 سماتي واختصاص أو ما يخص به ما خص به الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أكثر من 4 وتوفي عن 9 صلوات الله عليه. هذه ميزة اختص بها النبي دون غيره من الخلق حتى الأئمة المعصومين. ظاهرة تعدد الزوجات عند الأئمة لم تكن هي في زمانهم، الآن لعل ظاهرة تعدد الزوجات أصبحت ظاهرة غير طبيعية، هي كانت ظاهرة جد طبيعية في زمانهم، خصوصا ونحن نعلم بأن الله أوصى نبيه بأن يوصي هذه الأمة بزيادة النسل، نعم، والتكاثر وإثقال الأرض بمن يقول لا إله إلا الله، بمن يوحد الله. فإذا علمنا ذلك ودخلنا بخصائص النفوس البشرية العادية، ليست النفوس البشرية المعصومة القدسية، نعم، نجد أن المرأة الواحدة يصعب عليها تربية الكثير من الأبناء كلهم بمستوى واحد، نعم، فتحتاج ماذا؟ إذا كلما كان الأبناء أقل كلما استطاعت أن تحسن تربيتهم بشكل أفضل، نعم، حتى نجمع ما بين كثرة النسل وما بين حسن التربية يبقى أمامنا طريق واحد، وهو أن تتعدد الزوجات وأن يكون لكل زوجة مجموعة من الأطفال ليست بالكثيرة حتى تحسن تربيتهم. هذا الأمر الأول لعله لنجعله بمستوى من مستويات الإجابة. المستوى الثاني من مستويات الإجابة، نحن نعلم أن في زمانهم كانت هنالك ظاهرة الرق موجودة في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه وحتى زمن الإمام المهدي، الاستعباد خلينا نقول، أحسنت، نعم، ظاهرة الرق أو الاستعباد موجودة، كانت ظاهرة الجواري. آل البيت صلوات الله عليهم كانوا يختارون أطهر الأرحام وهم لديهم من العلم الإلهي ما يجعلهم يعلمون بأي رحم سوف يكون الإمام المعصوم التالي، نعم. فلذلك يعني تعقيبا على ما ذكرت من أسماء زوجات الإمام الصادق صلوات الله عليه، نحن نجد فاطمة عليها السلام رضوان الله عليها التي يعود نسبها إلى الإمام الحسن بن علي
هي ليست لم تكن الرحم الذي ضم الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، وإنما هي الرحم المبارك الذي ضم إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، وكان أول أولاده أكبر أبنائه، لذلك توهم الناس بأن إسماعيل هو الإمام من بعده. طبعاً أيضاً هذا أتمنى بأنه نقش في محاور بحول الله إن شاء الله. إن شاء الله. واشترى حميدة المصفات كما في بعض الروايات لقبها الإمام بعد ذلك لكي تلد له الإمام النبراس الآخر والقدوة الأخرى والإمام الآخر المعصوم الذي هو الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه. وهكذا طبعا لديه بعض الأبناء أيضا والبنات، حتى أنهم في بعض الروايات يقولون أن 9 أولاد وبنتين، وفي بعض الروايات أكثر، من ضمنهم علي بن جعفر والذي كان ملازما للإمام موسى الكاظم عليه السلام ونقل الكثير من أحاديث الإمام، وأيضا في موسوعة الحديثية التي تركها لنا الأئمة صلوات الله عليهم لمعرفة أحكام الله. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نقول بأنه تعداد التعدد في الزوجات كان له أيضا غاية وهدف إضافي، وهو أن هذه رحم مطهر، وهي إنسانة وصلت إلى مراتب عليا من مراتب الكمال البشري، فمؤهلة وتستحق أن تعيش تحت ظل إمام معصوم بعنوان زوجة، فالإمام يختارها لتلد له إماما. وهكذا، وإضافة إلى ذلك، أراد الأئمة نشر خلق التواضع وعدم التكبر والتعالي وإلغاء الفارق الطبقي ما بين الناس وإعلاء الحديث وجعله شعار كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وهم كانوا أسياد العالم، وليس فقط أسياد العرب بل أسياد العالم بما فيه، ويتزوجون من جواري بعد عتقها، ويتزوجون من عامة الناس، وفي ذلك قمة في دروس التواضع وعدم التكبر على الفقراء من الناس. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شيخنا، هذا اللي يسمح به وقت البرنامج، وبالتأكيد احنا في رحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق، هذا الإمام العظيم يحتاج لنا أكثر من محور، يحتاج لنا أكثر من تناول صراحة. ما زلنا في عائلة الإمام الصادق سلام الله عليه، إن شاء الله نتابع تكملة محاور حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن تكون ضيف إن شاء الله مميز في طيلة حلقات البرنامج في رحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم سادة المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في محاور أخرى وحلقات أخرى مع فضيلة الشيخ نجاح الحسناوي. حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.